من افضل ما انجبت السينما المغربيه. فيلم قلب الست سعود، فيلم اللي خلق واحد الجدل وواحد الضجه كبيره في نطاق واسع في السوشيال ميديا وفي الاعلام، وما كاينش شي واحد ما تفرجش في الفيلم وما عجبوش. إذن مشاهدينا الاقوياء، مشاهدي قناه شوف تي في، اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعجيب من مدينه الدار البيضاء. اكيد اي واحد فينا تستعمل الطريق ديال مدينه كازا، اي واحد جول في مدينه الدار البيضاء غيشوف البانوات ديال الشوارع وغيلقى هاد لافيش ديال الفيلم. هاد الفيلم هذا سميتو قلب الست سعود، فيلم اللي خلى العائلات المغربيه ترجع القاعات السينمائيه وترجع العلاقه بهم. كنا كنعرفوا السينما والافلام ديالها، كنعرفوا بلي السينما كتكون واحد الافلام اللي شويه بلس 18، شويه افلام اللي فيها واحد الكلام اللي نبي، شويه واحد الافلام اللي ما تقدرش انت كشاب تفرج فيها حدا العائله ديالك، يعني تقدر تمشي انت وصحابك تفرجوا، ولكن باش تدي امك وباك للفيلم وتفرجوا فيه فشويه احتراما للوالدين ديالك. فهاد العام ومخرج من بعد صدور هذا الفيلم هذا شفنا كميه هائله ديال العائلات كيجيو، كميه هائله، وماشي غير مره وجوج وثلاثه واربعه، لدرجة ان الناس ولو كيتفرجوا الفيلم ولو كيكونوا عارفين اش يديروا الممثلين في السيناريو. يعني الفيلم اللي خلق واحد الجدل كبير، واحد النطاق كبير، يعني فيلم اللي كان مخدوم بواحد الطريقه اللي رائعه. ومن هذا المنبر كنشكروا المنتج المغامر سيدري الشحتان اللي اول مره في تاريخ السينما المغربيه غنشوفوا الثنائي المعروف سي محمد الجم ولالان زهير الكراكي مجموعين في القاعه السينمائيه. يعني سي محمد الجم 50 عام ديال العطاء، 50 عام ديال الفن، لاول مره غادي يمثل في السينما، غيمثل في فيلم قلب الست سعود، والحمد لله خلق واحد الشهره كبيره في نطاق ديال السوشيال ميديا وديال الاعلام وديال القاعات السينمائيه. يعني كاع الشبابيك، دائما شبابيك سولد اوت، دائما القاعات عامره، دائما الاكتظاظ على الفيلم. يعني باقي كنشوفوا حاليا البانو ديالو كيدوروا، فيلم اللي باقي ما ماتش وما غاديش يموت، لانه فيلم مخدوم بالروح وبالقلب. وتحيه للمخرج السي محمد العويني، وتحيه لجميع الممثلين الاهرام، الممثلين والممثلات اللي كانوا في هذا الفيلم هذا، اللي منهم السي محمد الجم، لالا زهر الكراكي، الجميلتين صفاء حبيركو وفاتي جمالي، اكيد السي عبد الاله عجيل، السي عطير، والسي المنياري، وما نساوش ما نساوش ما نساوش الموهبه ديال اللي استطاعت، والموهبه اللي عطاتنا واحد الحاجه زوينه واللي عرفنا انها كانت مدفونه حتى بات في هذا الفيلم، اللي هو الزعري. الزعري ذاك الشاب ولد اسفي اللي عنده واحد الحس فني، والحمد لله بان في هذا الفيلم وعطى بزاف الحوايج، وبالدور ديالو وصل عبره كبيره للناس. فتبارك الله على الزعري، وتبارك الله على اي واحد كان مشتغل في هذا الفيلم هذا. فشنو كتسناو؟ واش مازال ما تفرجتوش في قلب الست سعود؟ يعني فيلم خلى جميع العائلات البيضاويه تمشي تفرج مع العائلات مع الوليدات ديالها، كذلك بخارج كازا، في الرباط، في فاس، في اي مدينه فيها قاعه سينمائيه غتلقاو له فيلم. يعني الحمد لله الفيلم غادي وفي واحد الخط تصاعدي، والحمد لله هادشي اللي بغينا، ان القاعه السينمائيه ديالنا ولات، ولا الانتاج ديالنا حنا سينمائي، ولا قادر يعطي افلام بحال المستوى هذا، يعني كمستوى ديال البلاد. فراه فيلم توب 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 توب، لانه لا القصه باش مخدوم، لا الطريقه باش مخدوم، لا التصوير، لا اي حاجه فيه الحمد لله كانت بارفي. القصه زوينه، فيلم كوميدي يعني ضحك فيه، تقدر تفرج فيه خالي من جراثيم كما تنقولوا. يعني فيلم عائلي، يعني ما كاينش ولو كلمه مخيله بالحياه ولا تحشمك قدام والديك. فالحمد لله فيلم كان فيلم امتياز في المستوى وديال جميع الاعمار، يعني سوى قاصر سوى كبير سوى اي عمر قدر تفرج في الفيلم هذا. هذا هو الفيلم، هذا هو لافيش ديال الفيلم. لو نمشي الكرام كنا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، شكرا لحسن المتابعه ديالكم، نلقاكم متاخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.